وكيف حالكن يا أخوات؟ في أفضل حال الحمد لله، وكيف حالكن؟ الحمد لله. ما رأيكن أن نتحدث عن فضل القرآن؟ وهل يوجد أفضل من كلام الله حتى نتحدث عنه؟ هذا اقتراح جميل. سمعت حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حلل، فيلبس تاج الكرام، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرام، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى ويزداد بكل آية حسنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل كلام الله تعالى. وأنا أيضا سمعت حديثا يشبه هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يا صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تعلمون يا أخواتي أن من أصغر الأحاديث التي جعلتني أحفظ كتاب الله تعالى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما أجمل هذا الحديث، كما أتمنى أن أصبح معلمة للقرآن. ونحن كذلك. فللقرآن قلبك أعطى، وبالقرآن أعطى تبقى، وبالقرآن سعدك يحرق، وبالقرآن زاد الألقى، وبالقرآن روحك أنقى، وبالقرآن عبدا حقا.